أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين، وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ويا أيتها الأخوات المؤمنات، أيتها الجباه الساجدة والأيدي المتوضئة والقلوب الموحدة، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم هذه الوفادة، وأن يتقبل الله مني ومنكم هذا الجلوس والكلام والاستماع في هذا اليوم المجهول الأغر، يوم الجمعة، ضيوفا على الرحيم الرحمن الكريم المنان، سائلينه عز وجل ألا يخرجنا من بيته هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشهور. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب واقض الديون، اشف مرضانا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تقبل مجيئنا وضراعتنا، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، إنك على ما بشر قدير وبالإجابة جدير. آمين آمين. معاشر الإخوة الأعزاء، الفضلاء الكرماء، سبق وأن أشرنا في خطبتين سابقتين إلى أن الأسرة تكون اللبنة الأولى لبناء صرح المجتمع المتكامل المتراس. وآخر ما أشرت إليه بحول الله عز وحسن توفيقه أن المرأة والرجل، الذكر والأنثى، هما نوعان بجنس واحد. الجنس الذي يجمعهما هو جنس الإنسانية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الأصل أننا نشترك في الجنس، واختلاف النوع إلى ذكر وأنثى هو اختلاف من أجل التكامل، اختلاف أدى إلى التكامل، لا إلى التعارض، وإنما إلى التعاضد وإلى التساكن، لا إلى التشاكس. ومن ثم كان ولا بد من أن نعطي لكل نوع منهما ما يستحقه وما هو أولى به، من أجل بناء صرح المجتمع المتكامل المتضامن الذي يعمل جاهدا من أجل رص بناء متكامل من جميع النواحي والأطراف. كانت هذه تقريبا خلاصة ما أشرنا إليه فيما مضى. واليوم نتحدث بإذن الله عز وجل عن أسس بناء أسرة المسلمة، ونبدأها أولا بحسن الاختيار. لقد نتكلم عن الأسرة لكي تكون من أفراد ولجهود الوالدات، ونتكلم طبعا على الاختيار الأول، اختيار الزوجة من طرف الزوج، وكذلك اختيار الزوج من طرف الزوجة.
وكلهم بطرف ولي أمرها، لأنه هناك تكافؤ بين النوعين معا. والزواج أيها المؤمنون أيها المؤمنات هو التحاق ذكر بأنثى ليكونا معا أسرة. والإنسان من الأخيار، الإنسان من الأخيار أي من الأمور التي تدخلها الأخيار المغيرة أو يتغير بالتغير الزمان والمكان، وقد لا تكون الحياة بالنسبة له كلها رخاء في رخاء. فإذا ما كان الزوج والزوجة متكافئين فالزوج لا يجد في نفسه تعاليا على الزوجة، والزوجة لا تجد في نفسها تعاليا على الزوج. ولذلك أول شيء نبدأ به هو الكفاءة، أول نقطة باختيار هو الكفاءة. يجب ونجد عن ماضية لما أنهيت الخطبة جاءني مجموعة من الشباب، منهم الذي استحسن الخطبة ومنهم الحمد لله من تمتع، ومنهم من جاء يشكو. ومن بين من جاء يشكو شاب في مقتبل العمر وفي مقام اجتماعي رفيع يشكو لأنه لحد الساعة لم يجد زوجته نفسه، لحد الساعة مع أنه من ناحية مادية له كل ما يمكن أن يفتح به بيته. فمما كان يشكو أنه كلما وضع يده على زوجة إلا وجد يعني أشياء مما لا تشجعه على فتح هذا القفص الذي يسمى بقفص البيت الزوجي. فقال لي كيف هذه الفتيات؟ قلت له أول شيء لعلكم تسمعون الآن، أول شيء هو أن أبدأ أنا يعني أنت وأنا أختم بنفسك. أنت الأول شوف المواصفات اللي فيك واعلم بأن الضيوع على أشكالها تقع، ولا بد أن يسر الله لك سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. فمن نوصل إلى درجة أنه يعصو الاختيار إذا نحن خصنا نقص خطر ذاك الوقت شو الحمد لله ما نقولوش لأنه من الآن خير الوجود وغيبقى إلى يوم القيامة وعليك تخدمون يومنا عليه خدامي ومن أجلك تكلموا، ولكن في خصنا لم عودوا إن شاء الله يعني النظر من جديد والتفتيش والبحث شغل ما نعملوا إن شاء الله تعالى على أن الجوانب اللي خصها تودى واللي خصها تجيب وجه واللي خصها الحمد لله تكون تقوم، وهكذا نحن نتعاون فيما بيننا. إن أول نقطة قلت نبدأ بها الكفاءة. الكفاءة لماذا؟ لأن كل واحد منهما أن يفوز الزوجة كف للآخر، فلا أحد يتعالى على الآخر، وهذا يضمن اتزان الحياة واتزان التعامل. لكن عندما يتزوج الإنسان بمن هي غير كف له أو هو غير كف لها، هنا تختل العلاقة فيما بينهما. إذا كفاءة تقارب اجتماعيان ثقافيان يعني في كل شيء، كل ما كان التقارب كل ما كان يعني الحياة الزوجية بإذن الله تعالى تمضي إلى أبعد حدودها، بل تبقى بإذن الله تعالى حتى تؤدي الرسالة والمهمة المنوطة بها. والله سبحانه وجل في علاه يريد أن تبنى الحياة الأسرية على التوازن، ولذلك نجد أن الفقهاء اشترطوا الكفاءة. لا تتفوق موضوع الكفاءة لأن كان فيه طويل شوية. المهم الكفاءة باختصار شديد، باختصار شديد هو يعني ما تمشيش عند الفرن بزاف، لا في الجمال ولا في الحساب ولا في النسب ولا في الجانب المادي ولا في الجانب الاجتماعي، ما تعلاش بزاف. حاول ما امكن ان تبقى قريبا من مستواك سواء منها اليك او منك اليها في اختيار النوعين معا. فكيقول الحمد لله في الغالب، في الغالب باذن الله سبحانه وتعالى تمضي الحياه، كما ان الغالب في الجانب الاخر انه يقع نوع من التعالي، وقد يكون الزوج داخل على اسره تفوق اجتماعيا وماديا حسب وكذا الى اخره، فانه قد يشعر بانه ليس زوجا وانما قد يكون خادما او قد يكون صاحبا او قد يكون شيئا من هذا القبيل، فلا يشعر ببداتيته، لا يشعر بكينونته، لا يشعر برجولته بصح التعبير داخل هذه الاسره، فيقع نوع من الانشقاق داخل الاسره، لان ولادك بيعمل غير على مصلحه يوصل لها، قد يوصل لها ولكن ما لا يعيش كزوج وما يربيش لنا اسره، ما يدوش لنا اسره.
ولذلك تقول احد العلماء من احبك لاكثاره ابغضك لاقلاله، قاعده معروفه. ولكن كل ما كانت يعني الحمد لله الكفاءه الا تكون حياه زوجيه مطمئنه وسعيده باذن الله عز وجل. ثانيا نجيب قضيه الجمال، لان هذه من المسائل اللي لا تنتفك ابدا عن خاطبين وعن خطوبتهم وهي من الامور الطبيعيه الفطريه الجبليه التي جبر الله عليها الانسان. هذه من الامور اللي الله تعالى يمتاز بها عشق الجمال في كل نواحيه. هذه من الامور اللي يميز الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف نوجه هذا الاختيار؟ ها هو نبينا الكريم وحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه واله وسلم يعطينا قاعدة كلية عظيمة جميلة كبيرة إلى يوم الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. المرأة أقولها لنفسها، اتفزرت جمعا. وفي رواية قال: التي إن أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرت. هو ماشي هو، مفهوم عليه شيخ؟ هو شوف معايا الدقة، دقة في كلام سيدنا محمد، دقة. نظر إليها سرت. هو شكون؟ هو الزوج ماشي هم، ماشي المجتمع. حتى يكون باه، حتى تكون مو، حتى تكون اختو، حتى يكون خو، حتى تكون أقارب دينه كلهم، ما يدخلوش في هذه القضية. علاش؟ لأن الجمال نسبي إضافي. ما معنى نسبة إضافة؟ الجمال هو بالنسبة إلى كذا وإضافة إلى كذا. فهناك من يعشق كذا وهناك من يعشق كذا، هذا لابد من التفصيل في خطوة الجمهور. لكن الجمال نسبي، فما يعجب العين الفلانية فلا يعجب العين الأخرى. وهذه فيها رحمة، فيها رحمة. علاش؟ لأن حتى الجمال يتنوع بين بياض وسواد وطول وكسر و و و و و، فإذا ما تعدد هذا الجمال تعددت العيون التي يقع عليها تقع على الجمال. وكل واحد ياخذ تكشف في نسبه لكل ساقطه لاقطه. فلكل جمال عين تعشقه، ومن ثم لكل جمال يد تاخذه. وهذه رحمه مش رحمه؟ رحمه. ولكن هنا لا نقول هو كيف نوجه الجمال الحقيقي لغايه الاسلام. اليكم عليكم الكرام ايها المؤمنون ايتها المؤمنون. قول الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام: إذا نظر إليها صرته. هنا غنبغي نضرب واحد المسألة مهمة جدا. ردوا معايا الباب. أخي المسلم، أخي المؤمن، إياك أن توجه هذا الحديث وكذلك كل ما جاء عن لسان رسول الله عز وجل في هذا الصلاة التي جمعنا مثلا إلى ناحية جمال المبنى دون جمال المعنى. جمال نوعان: جمال المبنى وجمال المعنى، جمال الظاهر وجمال الباطن، جمال الروح وجمال الذات. انتم معايا؟ فعندك توجه هذا الحديث يا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الى ناحيه جمال المبنى. لا، انك ساعه ان تراها، اي هذه المراه التي تزوجها وتشوف طبعا ان شاء الله نعم ولدها والنار ديالهم، اياك ساعه ان تراها عليك أن تجمع كل صفات الخير فيها، فلا تأخذ صفة وتترك الأخرى. علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نأخذ صفة في المرأة وأن نترك صفة أخرى، بل يجب أن نأخذها من جميع صفاتها، من جميع صفاتها. في واحد الحديث بكاء وضعيف، ضعفوه علماء الحديث، ولكن المعنى ديالو صحيح. تقول عليه الصلاة والسلام كيف تقول سيدنا محمد هو ضعيف، ولكن المعنى ديالو صحيح. إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في مادة السوء. لمن الدمن أعزكم الله تعالى وأعزكم سامعكم، الدمن هي الأماكن اللي كتلاح فيها الأسباب ديال النوم. وهذه كذلك، ولكن تقدر تلمس مع المدة، لكن تقدر فيها وردة ولا زهرة ولا شجرة، ولكن هي راسها تبعو فيها الأسباب، ولكن هي فيها شجرة. لكن الشجرة كتاخذ من العرض ديال الأرض اللي تلاح فيها الأسباب. فالله الظاهرة الزهرة والوردة، ولكن الحس ديالها من التشايف الطيبة. فهمتوا معايا المعنى؟
يضعفوها بعض العلماء، وأنت أخي المسلم لو نظرت إلى الزاوية التي تشغل الناس وهي الزاوية الجمالية الخارجية فقط لوجدتها أقل الزوايا بالنسبة لي تكون الأمر فعلا الناس يعني أول شيء يشوف هو بشوف البداية الحقوق ما فيهوش لا لكن هذا أمر ما فيه مشكل بل هو كيف أنا به يعني كيمتاز هذا الكائن البشري على سائر الكائنات الأخرى كيمتاز الكائن الجمال لكن عشقوه كلنا ولكن بغيتكم معايا تعشقوه ونعشقوه كاملين الجمال ديال الباطن اللي هو الأهم وما كيلغيش الجمال الآخر كيلغي شيء أبدا ولذلك يقولون عن فترة الاستمتاع يعني الأولى اللي كنت هي الأولى في الشهور الأولى اسمها شهر العسل هكذا سموه شهر العسل اثنين تفاؤل به أن تكون الأيام كلها عسل بحمد الله عز وجل لكن بعده بعد هذا الشهر احنا ما كنقولوش شهر العسل احنا بغينا عمر العسل بغينا الشهر بغينا شكون يكون عمر ولذلك اختيار بداية يحدد لك هذا الهدف والحمد لله عليه وبيه كتوصل بإذن الله سبحانه وتعالى إذا لكن في طفل بعد هذا الشهر فأمر جمالي أمره إذا قصير جدا جمال الأنثى بالظاهر كأمر الله مد منه لكي تنظر إليها فتصر بها ثم بعد ذلك تبدو أن المقومات هيا لكم جيدة شيئا فشيئا أنت حينما اخترت الزواج وأقبلت المقوم الواحد وهي أن تكون جميلة فقط فهل تريد من زوجتك أن تكون لاعبة مثلا لاعبة سير مثلا على سبيل المثال أو على الأزياء أم زوجة وأما لأولادك أي مهمة تريدها لها الاختيار الأول هو الذي يحدد لك هدف أنت كتشوفك تبغي وتصلو بإذن الله سبحانه وتعالى وغتعطينا وليدات وبنيات صالحين وصالحات غادي ينفعوا المجتمع ديالهم بإذن الله سبحانه وتعالى وما يفسدوش وما يكونوش مفسدين وفي المحطين هم ينفعوا لأن الاختيار الأول هو الأساس هو العيال تبنى الأسرة ديالك إذا الجمال الخارجي إذا خلاصة مختاري عمره قصير في عمر الزمن عمر الزمن طويل والحياة الزوجية لبها سبحانه وتعالى كطول ولذلك هي كنتي كتشوفوا لنا غير شهر فقط فهو شهر ما سوف ينتهي شفيه فقط في قوام في طول في بياض في كذا نعم قد يزول قد ينتهي خرمة في الوجه تذهب بالجمال ولكن ما الذي يبقى معه؟ يبقى الجانب الآخر الجمال اللي هو في قومه وجماله إذا في الجمال خارج عمره قصير كما قلت ولم يبقى لك أيها الرجل في الحياة إلا أن تكون الزوجة أمينة مخلصة مدبرة ولم يتأتى ذلك إلا إذا كانت صاحبة دين واحرص أن يكون اختيارك من البدء عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام احفظوا عني هذا جيدا تنكح المرأة لأربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ثم قال في الأخير فاظفر بذات الدين تربت يدك عودة إلى هذا الحديث فعجيزة الصراحة بإذن الله سبحانه وتعالى نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وفي حديث سيد الأولين والآخرين وأجارني وإياكم بالعذاب المهين والحي لا إله إلا هو مدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى حمدا طيبا مباركا فيه حتى يرضى وإذا رضي وبعد الرضا من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت ربنا من شيء بعده أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يمنع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون ويا أيتها الأخوات المؤمنات هذا دستور الإسلام في اختيار الزوجة من أجل بناء أسرة المسلم
سوف يأتينا كذلك دستور آخر من دساطير الإسلام على لسان رسول الله في اختيار الزوج المسلم، كذلك بالنسبة للمرأة المسلمة. هذه جمعة مجتمعة، هذه التكاتف والتوجه مجتمعة. هنا باقي معنا الحديث، قلت أقول المرأة لأن أكيد لديه المرأة واحد قضية مهمة جدا، أي قصير صغير واحد قصير راه دائما الإسلام كيقدم المرأة وتقديم لها تكريم للمرأة وتكريم عظيم جدا للمرأة دي. وكيحافظ عليها واحد محافظة في الحقيقة لو مرة عظيمة لو تبعتوا الأحاديث وحتى الآيات ركبوا بأنه تكرمها وتعظمها في ثنايا الخطاب القرآني والحديثي أكثر من الرجل وغنجي معنا إن شاء الله ربما شيء من هذا في نفس الفريق وغنجوا به هنا لدي يمرد كنت أقول مرأة لديها التي أحدها هي التي تحط توضع في مكان العناية السامية السامقة التي تليق بها ككيان وأم وأخت وزوجة وجدة وبنت. ولذلك الأول قوة الرجل هو أنه يمشي بالقباب والسوار وشعبها وسجن الهدايا وهي محاطة بنوع من الهنا ومن التشريف ومن التكريم. فتنكح المرأة بهذه الأربع لأنها تخليها تكمل. علاش تكمل أنت؟ طرح سؤال. أنا طرح سؤال. أشنو هو الأمر لهذه النقطة؟ الذي هو الأول. سيدنا محمد ولا لا؟ هل عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة بهذه الأربع؟ لا. هذه الأولى لمالها؟ حسبها. جمالها. دينها. لكي يضرب. وفي الخطة تظهر بذات الدين. ذات صاحبة الدين. تلبت يدها. معنى تلبت يدها. كي المال؟ جانب مادي وكاين الحسد جانب اجتماعي وكذلك اخرين فلان بنت فلان حسيبه بنت حسيب وكاين الجمال وكنت في قبيله لانه الحمد لله انه ليس استضافي وان كان واحد مشترك كنشتركوا في جماعتين كاين طبعا الاتفاق الاخر ليس استضافي وكاين الدين كاين اربعه وفي الاخر شكون اللي بعثت كيكون موجها لانه وصف ثم موجه قد تظفر يا ايها الزوج ايها الخاطئ فرق بذاته دين مناسب دين تربت كذا تربت معنى دينا الى ما كنتش مناسب دين وخايف يكون ثلاثة دينين راه تحت الفكرة قال يقول لي شي واحد وانت واش هذا الشيء عندك تشوف شو من الرجال اخرى في ضعف ثاني على ما الجمال ما فيهاش حلم يقول له لا يا اخي ما فهمنيش غلط انا ما بنتش هكا فهمني مزيان مزيان جمال مش عينك السقر وروح السقر وقلبك السقر ومزيان لك الشرق مزيان لك التزديد المال مش مشكلة في عيب الله حرام ومزيان الحسد مش عيب الله حرام ولكن يكون معك دين المشكلة هو الفلوك لا دين إذا كان لك دين هل تجي المشكلة مونك الجمال تشوف بها لك التزائمة تسوينها مونك المال تكون دايما عبدالها مونك الحسد تزيما هو الشيخ وهنا الدار تجار في الثاني تي وانت ما تحس نفسك وقال شوف كلك الحياة الأسرية ديالك وما كتعيش مطمئنة ولربما نسأل الله العافية قد يبحث الإنسان عن نفسيته وهو شيء يريده في مكان آخر وقد يقول هذا المكان الآخر هو الحرام. فتشوف معي إذا بعد ايش كنتكلموا الآن كنتكلموا عن الأسرة كيف تكون إن شاء الله مترصة ومنظمة وقد تشيء إلى أبعد الحدود وتعطينا بإذن أجيال صالحة هذا هو المهم عندنا احنا في الطرح ديالنا. فلذلك من نجي الدين حاشا واش مناسبين على الجمال ديالك ابدا حاشا مع الله سيدة نساء العالم سيدة نساء العالم هي لدى فاطمة الزهراء طبعا بعد مريم عليه السلام ومع ذلك لما تزوج علي بن ابي طالب كان لا يملك شيئا وكانت تمشي تسجيل الماء وتعجل العجين وكتخيل الثوب وما عندهاش خدام الدار ديالها ابدا ومشات كتشكي سيدنا محمد قالت له يا رسول الله هذا الظاهر وشكون هو الظاهر شكون هو سيدنا محمد حبيبنا محمد سيد الخلق وتقول له يا ابا سيدي راه الحمل احكام هي في الحبل ديالك الحبل ديالك السقي باش كتجبد الماء من البير وكتهز وكتجي باش تخدم الدار ديالها قالت له وفين بعدا قال لك ساعات واحد الغنائم ديال عند الغزوات وتيفرقوا العبيد وتيفرقوا الاماء بيه. فقد تبغيت واحد خادمة يعني يخدم وخدم على برا يمشي يقول فقال لها عليه الصلاة والسلام
السلام جاء يعلم على ذلك وجود. قال ألا أدلكما على خير من ذلك؟ من ذلك وش عشان تفعل الشيء؟ قال فلا يا رسول الله قل لنا دلنا على الشيء أحسن الشيء. قال لا تتركا كلما أويتما إلى فراشكما أن تقولا دائما وأبدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لكما من فعله. صرفوا بالنسبه مميز في المجتمع وما عندها شي حاجه تبدلها بها وعطاها الخير الدنيا والاخره صرفوا على حد الله. لما كتصبر بنت هذا التربيه لا تزوجش تقول لي لكن يفهم معي المعنى فهم معي غير مفهوم معي تهمش راه تقول لك سي كل شيء توازن المجتمع ديالك هذه هي التربيه الحقيقيه فمولاتك ديما تخدم ما كاينش على ذلك هذه عند الدين والامثله على ذلك كثير الوقت في داخل الاهل امثله كثيره جدا يكون الدين يكون كل شيء الله سبحانه وتعالى يسخر كل شيء سبحانه وتعالى ملك من ملوك كندا من ملوك ديال كندا كيسمع واحد البنت ذات فصاحة ولسان وجمال وبيان فأرسل امرأة أخرى اسمها عصام فقال يا عصام اذهبي فأتيني بخبر ابنة محلب الشيباني وأتي لها فجاءت فطرقت الباب ففتحت لها امها امنا بنت الحارث فقالت ما وراءك يا امراه قالت اخذني اليكم الملك لانظر في ابنتكم يريد خلقتها فادخلتها واجلستها ثم قالت المراه لابنتها تعالي يا بنيتي وانظري هذه خالتك في شانك تنظر اليك فلا تكتميها شيئا من خلق او خلق وناطقيها ان هي استنطقتك لما تشوفها ولاهلها ولكن ما تجاوبها لان المراه ملي كتخطب كتجيب خبار مرة بلا ما تستمتر بلا ما تدور الشفاق بلا ما تجيب الزناقين ولا تقلب الشوارع بلا ما تكسر خوف بركة الجرادي لا لأن المشكلة عندنا هو أننا ما كناش كندخلو بيوم البيبان ولا كندخلو من الشراجل فوقعت المشكلة والخطبة اللي كتدوم شهر وشهرين وثلاث شهور وكاينة الخطبة اللي كتدوم عام وعامين كيف عامين كنا مخطوبين داخلين خارجين طالعين هابطين لاعسين فايقين يقول لا قد فعل ماش أخشي تفكر بعيد جوالك يا وسمع من بعد ويقول عمين ما أقل بعيد شو أقول اللي تيجي وتوه تسيزين خروج على رأسه شو بيجي يعني مشكلة هذه مشكلة المجتمع ما كنت عارش هذه الطريقة هذه كنت عارش الشرعي الديني فلما من تتبرى مع المراجعة بالخلاف يعني ومن حقها تشوف نعم من حقها شوفها وتشوف شعرها وتشوف حقها ما قال كذا في الجمعة ما كنت بيجي وتصدق لكن ما شفتها وكان الأخير اخر وين تقول ما شبت لكن الله يسكت الملك شبت قلت ترك الخداع من كشف القناع ترك الخداع من كشف القناع نقول لك درجة عالي بحيرات تشع صافي شاف كل شيء خرجت من عندها وشاف من عند الملك وصفات هذه واحد وصف ساكن وهذا يخطبها وغادي غادي تزوج لما بغات تخرج من الدار اش تقول ام البنت اسمع اسمعي ايتها المراه اسمعي ايتها الام ايتها المربيه اسمع ايها الاب يا ولي امري هذه الفتاه اش تقول لها البنت اش بناتها مشيت لها تخمين معاك عن الحجر وقعدت افرح تقول في اخر كذا واخر شوك هو اللي خصو يحضر عند بنتي حيت داكشي كله الى زوال الى زوال غادي يطير ليلة ونهار والسلام عليكم وكل شيء في الدار وكل شيء في العالم، اش غير فرقتها هي وهو هي وهو اللي غير خوف الراس، شنو قالت لها؟ قالت لها أي بنية لو أن فتاة كانت في غنى عن الزوج لكنت يا بنيتي أغنى الناس عنه ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال أي بنية لو أن الوصية كانت تغني عن أحد لأغنت عنك ولكنها تذكرة للغافل وتوصية للعاقل واعلمي يا بنيتي أنك قد خرجت من البيت الذي فيه عشتي والوكر الذي فيه درجتي إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكوني له أمة يكون لك عبدا وشيكا وخذي عني 10 خصال تنفعك في دنياك وأخراك يا بنيتي 10 وصايا نخليها لكم ان شاء الله تعالى حتى الخطوه الجايه نذكرها لكم كامل ان شاء الله. 10 وصايا تكتب بمال الذهب انا وعدتكم الخطوه الجايه ان شاء الله نذكرها لكم كامل ان شاء الله. باذن الله عز وجل كتكون مقومات لاختيار التربيه ديال الفتاه. وفي الفتاه وكذلك نديروا التوازن نكتب لكم هذه في
فتعبت من نفس المشكل اللي كانت بتختار رسيس محمد كما قال لكم كفى مرأة للأربع أنا قال لنا إذا أتكم من ترضون دين أو زيد وخوض الله مش إيه الدين ديالو مش عارف يصلي ويصوم ويدخل الجامع لا يصلي نعم ويصوم نعم ويصوم نعم ولكن خلق كيف يصلي ما فيش خلق فعلا خلق شفت في الصلاة صلاة لا تتمنى ولا الدين ديالك لكن الخلق علاش لأن الصلاة عموديا بينك وبين ربك والخلق أفقيا بينك وبين الناس تتخلق بأخلاق الناس يعني تؤدي حق الله في عبادتك وحق الله في العبيد فهمتوا معايا الخلق شنو الخلق يتعدى الى الغير وقد فرضوا الدين هو وخلقه ومن هذا يجي واحد الفتى عن العم ديالو عثمان بن ابي عباس الله يقول له يا عمه اريد ابنتك فاذا بالعم يجلس ابن اخيه ويضع يده على كتفه ثم يقول له اسمع زيان انا اريد ان تكفوا الحمد لله قال يا ابن اخي يا ابن اخي اقرب قريبي خطب الي احب حبيبي تقرب مني ويحب عني اقرب قريبي خطب الي احب حبيبي لا استطيع له ردا ولا اجد من اسعافه جدا قد زوجتكما وانت اقرب الى قلبي منها وهي الصق بقلبي منك فاكرمها يعذب على لسان ذكرك ولا تهينها فينزل عندي قدرك قد قربتك مع قربك فلا تبعد قلبي من قلبك هكذا كانت المجتمعات وهكذا كانت التربيه وهذا الذي يريده ان يرجع وهو موجود الحمد لله لكن يريد ان يكتب شيء اخير الحمد لله لكن بين الانسان وبين الناس ينفقوا ومعفوك في الدين والمجتمع ديالنا كيف كيتكامل وكيف كيتعاضد وكيف كيتمس وكيف كيف ان شاء الله تعالى رجال ونساء صالحين وصالحات ينفعون المجتمع ووطنه في الدين والدنيا بجوده طبعا وفقه وكرمه الى صحه النوايا وخلصه لله رب العالمين وكنا صادقين في الاخذ وفي العطاء وفي الخدمه وفي الزواج وفي النسب وفي المصاهره الله سبحانه وتعالى بجوده وفضله وكرمه ان يوفقني لذلك وان يعيننا على ذلك وان يحفظنا بجوده وفضله حتى نحقق ذلك انه على البشر قدير ومن شرف جميل ربنا هب لنا في ازواجنا وذرياتنا قره العيون واجعلنا للمتقين اماما ربنا عليك توكلنا واليك عدنا واليك المصير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم يسرنا ويسر بنا واهدنا واهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين يا ربنا اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم كن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف سترك عنا واغفر لنا وارحمنا اجمع شملنا لم شاعتنا ونسألك اللهم كذلك يا رب يا حليم يا عظيم يا كريم يا رب العالمين نسألك اللهم ان تهدي من شرد من المجتمع ومن شد ومن ابتعد Oh.
يسر أمره، اللهم نور قلبه بنور القرآن، وفتح فيه نور القرآن، واجعله واقعاً لرايه القرآن، وحافظاً لقصص القرآن، ونشر لمعاني القرآن، واحفظ به بلد القرآن يا منزل القرآن، نحفظ في ذهابه وإيابه وسكنه وطعمه أكله كعبه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، احفظ الله في ولي أهله وولي الأسد، وأبته اللهم النبات الحسن، وشد أثره بشعبه السعيد والرشيد وبسائر أسرته الشريفة، وشعبه السفي وفيه يا كريم يا حليم يا عظيم، أنت شكاية رحمة الغفران، على فقيد العروبة والإسلام، الملكين المجاهدين محمد الخامس الحسن الثاني، وارحمهما رحمة واسعة شاملة كاملة، وآباءنا وأمهاتنا وسائر أموات المسلمين، واجمعنا معه يوم القيامة تحت ظل عرشك، يوم لا ظل إلا ظله، إخوانا على صلة المتقابلين. أما أنتم وفقكم الله وسددكم الله ترجعون سالمين غانمين موفقين، هذا الله أزواجكم وأبناءكم، ويسر الله تعالى أموركم، ولبلغ الشاهد منكم الغائب، ولتعلموا ولنعلم جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات أن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد كلفنا عندما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا وصلوا وسلموا كما امركم ربكم في كتابه الكريم، حيث قال عز وجل ولم يزل قائلا عليا حكيما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين، خصوصا الانصار من المهاجرين، وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين، وازواجهم امهات المؤمنين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. وسبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويرحم الله عبده. قال امين. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قام